مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من المواجهة، أكون مع حضراتكم على مدار هذه الساعة في شكل المواجهة الجديد. أنا لما جبريل. المواجهة الأولى النهاردة هنستعرض فيها مبادرة هامة جدا الحقيقة، مبادرة بتحظى باهتمام الرئيس السيسي، وهي مبادرة صنايعية مصر. حين المبادرة دي بتهدف لإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية. وما أدراك ما أهمية إعادة إحياء هذه الحرف اليدوية والتراثية اللي بتعبر عن الشخصية والهوية المصرية الأصيلة، والحقيقة اللي كان في مخاوف كبيرة وكتيرة جدا من اندثارها، وان هي تروح مع الزمن، وانه هذه الحرفة اليدوية أو التراثية لا تورث مع التكنولوجيا ومع المنتجات الجديدة، ولكن في مبادرة بتهتم بإحياء واستمرار واستدامة هذه الحرف اليدوية والتراثية. هيكون معنا ضيفي الكريم دكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، وأعتقد أن ده أمر هام وعظيم جدا. أما مواجهتنا الثانية هتجدد اللقاء الأسبوعي مع الكاتب الصحفي أستاذ عبد الحليم أنديل، وقراءة في أهم المستجدات. الحقيقة النهاردة على الساحة العربية في الكثير من المستجدات الهامة جدا. خلونا نبدأ بأهم وأبرز الأخبار اللي معانا النهاردة. ونفق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم ما تم تداوله من معلومات وفيديوهات بتزعم عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة. الوزارة أكدت، وزارة الصحة والسكان، أنه مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر تم إنشاؤه وفقا لأعلى مستويات الجودة وطبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك لإحداث نقلة نوعية في إنتاج اللقاحات، حيث من المستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة لقاح يوميا بمعدل 1 مليار جرعة سنويا، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الإفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الإفريقية. خلونا نستعرض مع حضراتكم أهم المعلومات عن مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع فاكسيرا في 6 أكتوبر. مفيش شك انه زراعة القطن المصري شهدت انتعاشة غير مسبوقة من فترة طويلة، وزادت المساحات المزروعة، وقدمت الحكومة تسهيلات للمزارعين. اهم حاجة ان هي شجعتهم على زراعة القطن. بالفعل بدأ موسم الحصاد جاب معاه الخير للمزارعين وللدولة. كل النتائج والمؤشرات بتأكد أن القطن المصري راجع لسابق عهده. لو حضراتكم تتذكروا الثمانينات كانت بمثابة جولدن إيج أو فترة ذهبية لمحاصيل القطن في مصر. يمكن الموضوع ده قل بشكل هائل في التسعينات، ولكن في الفترة الأخيرة ومع توجيهات الرئيس تحديداً كان في اهتمام بالقطن، وان احنا ما نخرجوش خام ونرجع نستورده مرة تانية كمنتج، ولكن يخرج من الدولة المصرية منتج للخارج. السنة دي حمل موسم القطن مفاجآت كتيرة أعادت يمكن الأمل لمزارعي الأقطان مرة تانية. كانت المشكلة أعتقد أكثر بشكل أكبر في القطن قصير الطيلة، ولكن الحقيقة المصريين ما بطلوش زراعة القطن طويل الطيلة وتصديره. والحقيقة أنه الإجراءات اللي حصلت في الدولة وضعت القطن المصري على بداية طريق المجد من جديد. زادت مساحة زراعة القطن المصري من 182 ألف فدان الموسم اللي فات ل 236 ألف فدان موسم 2021. كمان أسعار القطن ارتفعت في وجه قبلي من 1800 جنيه الموسم اللي فات ل 3800 جنيه موسم 2021. كمان ارتفعت أسعار القطن في الوجه البحري من 2000 جنيه الموسم اللي فات ل 4600 جنيه في موسم 2021. ولسه الخير جاي كتير إن شاء الله فيما يتعلق بالقطن في مصر. خلونا نستعرض مع بعض أهم نتائج موسم حصاد القطن السنة دي من خلال العرض المعلوماتي التالي.
معنا عبر الهاتف دكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن في مركز البحوث الزراعيه. يا دكتور برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. من خلال خبرتك، بنسبه قد ايه يا دكتور نقدر نقول ان الدوله نجحت ان هي تشجع المزارع وان احنا نستعيد مجد الذهب الابيض زي ما بنقول على القطن المصري؟ لا طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. هي احنا النهارده بنتكلم موسم 2021 او موسم استثنائي بالنسبه لزراعه القطن في مصر، بس النتائج اللي احنا وصلنا لها النهارده هو يعني انتاج شغل بقى له اكثر من 5 سنوات. لان سنه 2015 زي ما حضرتك في المقدمه قلتي ان السيد الرئيس نادى بعدم تصدير اي منتج خام ومنها محصول زي محصول القطن. ان حضرتك برضه كلنا عارفين ان مقومات النجاح القطن المصري على الارض كلها موجوده. سواء كنا بنتكلم على اصناف جديده، سواء كنا بنتكلم على صناعه عتيقه موجوده في مصر، مجرد بس ما عمليه الحيل والتجديد فيها هتنطلق الى الامام. فمن 2015 وكان في توجيهات ان احنا نشتغل على موضوع نهوض المحصول القطن، فقامت وزاره الزراعه بعمليه احلال وتجديد لكل الاصناف اللي موجوده في مصر عشان تناسب المرحله القادمه. وكانت في قفزه كبيره جدا في الانتاجيه في السنوات السابقه، ده اللي يمكن بدا تدريجيا يشجع الفلاحين مره اخرى على العوده الى الزراعه. بس يا دكتور كان عندنا مشكله في زراعه تحديدا القطن قصير تيله، لان المزارع ما كانش متشجع يزرعه وما كانش عندنا في مصر المكن اللي يصنعه، فايه اللي حصل في هذا الامر برايك؟ بص حضرتك، احنا اولا ما فيش في مصر كلها خالص زراعه تجريز ولاد وتلت زراعه قطن قصير التيله نهائي، لان مصر بتشتهر بزراعه الاقطان طويله التيله المميزه على العالم كله، وبتاخد ميزه نسبيه مميزين فيها، ونقدر نحقق من وراها عوائد قضية عالية جدا لو احنا حبينا او قدرنا نستفيد من القيمة المضافة. وده اللي وجه فيه سيادة الرئيس لما السنة اللي فاتت فتح مصانع الشركة الوطنية للتنمية الصناعية في مصنع روبيكي، وهذه المصانع تعاقدت هذا الموسم على 150 ألف إمتار تعاقدت فيهم مع وزارة الزراعة، وبدأت عملية إن شاء الله بإذن الله ستبدأ عملية التصنيع قريبا، لأنه جاري الآن توريد هذه الأقطان إلى هذه المصانع. والسنه الجايه ان شاء الله باذن الله هيتم افتتاح مصانع المحله، ودي تقريبا هتستهلك حوالي 300 ألف امتار من القطن طويل التيله، وبالتالي الدوله على الخطى انها تستعيد مره اخرى قيمه ومكانه القطن المصري المشهور به عالميا. جدا. اما الاقطان القصيره فهي يعني حتى الان لم يتخذ قرار بزراعتها في مصر تماما، والوادي والدلتا تماما محجوز للاقطان الطويله. الاقطان القصيره يمكن لها تجربه يتم تقييمها في منطقه شرق العوينات، وجاري حتى الان تقييم هذه التجربه، حتى الرقم كان اللي ذكر في المقدمه عند حضرتك هو لحد دلوقتي يعتبر رقم غير حقيقي، لان هذه التجربه تحت التقييم ولم يصدر عنها اي بيانات نهائيه، وستصدر عنها البيانات حوالي بعد 20 يوم. بشكرك من الان يعني. شكرا لحضرتك. دكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن في مركز البحوث الزراعيه، ايضا ينضم الينا عبر الهاتف دكتور جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعه القاهره. دكتور برحب بحضرتك. اهلا يا فندم. اسباب زياده اسعار القطن المصري السنه دي وانعكاساتها كمان الايجابيه على المزارع وعلى الصناعه المصريه، رايك ايه دكتور؟ هو الحقيقه الزياده في الاسعار دي ناتجه عن الاسعار العالميه، يعني الحقيقه السنه اللي فاتت كانت الاسعار حوالي 2500 جنيه للامتار. السنه دي هي يعني زي ما قيل يعني واستمعنا عن المزادات اللي بتجرى تصل الى 4700 جنيه او اكثر يعني. الزياده دي الحقيقه نتيجه للطفره في الاسعار العالميه، نتيجه لظروف الطلب والعرض العالمي على الاسواق على الاقطان طويله التيله والاقطان عموما يعني. فالحقيقه دي ده هو السبب في زياده الاسعار المزرعيه اللي بتعرض دلوقتي على المزارعين، ودي فرصه طيبه جدا يعني. ما قيل عن تحديث صناعات الصناعه القطنيه في الروبيكي والمحله الى اخره يتواكب مع زياده الاسعار المزرعيه، والمزارع هيحصل على ارباح عاليه جدا السنه دي تصل الى 20,000 جنيه او اكثر للفدان. دي الحقيقه طفره المفروض ان احنا يعني تستثمر لزياده المساحه القطنيه السنه اللي جايه. يعني الحقيقه الزيادة اللي حصلت اللي حضرتك أشرت ليها من 180 ألف فدان ل 230 السنة دي مش راجعة للأسعار، هي هو المزارع المفروض إن هو ما كانش يزرع قطن. اللي حصل إنه التضييق على تقليص مساحة الرز هي اللي إدت فرصة للمزارع إنه لازم يزرع قطن لأنه مش هيقدر يزرع رز. فالحقيقة إنما اللي هيحصل السنة الجاية إنه المزارع فعلا هيتجه عن طيب خاطر واختيارا إلى التوسع في مساحات القطن. بس انا يعني اخشى انه
يحصل تقلبات في الاسعار العالميه وتعود مره اخرى، احنا المفروض نقترح، يعني انا بقترح على الحكومه يعني انها تعمل صندوق موازنه الاسعار القطن، يعني لانه التذبذب ده مش ده بيحتاج تشريع يا دكتور ولا ممكن بقرار من تشريع الحكومة؟ طبعا تشريع. المقترح ده الحقيقه من زمان احنا بنطالب بيه، اللي هو ان الاسعار بتبقى عاليه جدا، فالمفروض ان احنا نخصم جزء من هذه الاسعار ونعوضه في الاسعار لو انخفضت، بيعمل موازنه وده في صالح وما يخوفش المزارع كمان من انه يزرع القطن. ده تمام، لانه الحقيقه القطن فرصته اللي جايه كويسه جدا، لانه مساحه الرز تقلصت الى 720 الف فدان بالقانون عشان ازمه الميه والكلام ده. نعم. فاحنا ما فيش بديل للمزارع. وبعدين في برضو تجارب الهند عملتها، الجانيه بالطريقه الاليه او نصف الاليه، ودي هتوفر حوالي 4000 جنيه للفدان. لو يعني وزاره الزراعه تدخل الجني نصف الالي ده، هو هتعمل برضو طفره في ايرادات المزارعين. اشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعه القاهره. القطن طبعا الذهب الابيض، يعني لغايه دلوقتي في كورنر او مكان في اي دوله في العالم ايجيبشن كوتن او القطن الابيض من عظمته وجماله، فيعني نتمنى استغلال واستثمار هذه الفتره ونكمل مع التشريعات لتشجيع المزارع انه يكمل في هذه الزراعه اللي يمكن الاسعار بره بتتحكم فيها حتى في السوق المصري. خلونا نروح لخبر اخر. ونجحت قنوات اون تايم سبورت في الحصول على حقوق بث مباريات بطوله العالم للانديه لكره اليد سوبر جلوب 2021 في الفتره من 5 ل 9 اكتوبر 2021 واللي بتستضيفها المملكه العربيه السعوديه. يشارك في البطوله 10 انديه تمثل قارات العالم السبع، ياتي في مقدمتهم طبعا نادي الزمالك بطل افريقيا وبطل سوبر الافريقي في كره اليد. والزمالك بيبتدي مشواره في البطوله باللعب امام برشلونه الاسباني. مفروض طبعا نعرف تفاصيل اكثر حول هذه البطوله، ولكن نروح نتابع هذا العرض. لا واحدة من أقوى بطولات العالم لكرة اليد، كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب. الزمالك بطل إفريقيا، وبرشلونة الإسباني بطل أوروبا، وألبرغ الدنماركي، والوحدة السعودية، 10 فرق يتنافسون من أجل حصد اللقب. الملاعب السعودية تحتضن النسخة 23 من بطولة سوبر جلوب في الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2021 على شاشة قنوات أون تايم سبورتس. طيب خلونا نستقبل عبر الهاتف الأستاذ محمد يحيى يوسف الناقد الرياضي بجريدة الأخبار. برحب بحضرتك أستاذ محمد، وخليني أسألك سريعا عن أهمية البطولة دي والزمالك بطل إفريقيا لكرة اليد وحظوظه مع برشلونة، ولأي مدى ممكن يوصل في بطولة سوبر جلوب؟ اهلا بيكي طبعا، واهلا كل المشاهدين قناه سي بي سي اكسترا. طبعا بطوله مهمه جدا، ودي من اعظم بطولات العالم في كره اليد، ويمكن هي السنه اللي فاتت ما تمش اقامتها بسبب ظروف كورونا طبعا زي ما كلنا عارفين، لكن المره دي ان شاء الله الزمالك طبعا بيشارك بصفته بطل السوبر الافريقي، ان هي زي ما انت حضرتك تفضلتي وقلت من شويه ان هو كل ابطال القارات هم اللي بيشاركوا في البطوله ديت. هيلعب الزمالك ان شاء الله مع برشلونه اولى مبارياته، طبعا مواجهه صعبه جدا جدا بالنسبه للزمالك، لان برشلونه من الفرق الكبيره جدا في اللعبه، ويمكن ماتش هيبقى صعب جدا، لكن مش هيبقى صعب ان شاء الله ما يبقاش صعب على الزمالك ممثل مصر. انا شايف طبعا ان المباراه هتبقى يعني هتبدا وتبقى بشكل قوي. المباراه المفروض يوم 6 اكتوبر. طبعا كل الامنيات للفريق المصري اللي بيمثله نادي الزمالك ان هو يحقق الفوز في المباراه عشان يقدر يتاهل ويلعب للادوار التاليه ويبدا ان هو يشارك، خاصه ان فرقه الزمالك في الفتره الحاليه دي والجيل الحالي دوت هو من افضل الاجيال وعناصر لعبه، واحنا يعني وصلنا لمراحل متقدمه جدا، خاصه في مشاركتنا في الاولمبيات الاخيره في طوكيو 2020. فالجيل دوت اللي كان اغلبه برضو في المنتخب اغلبه من نادي الزمالك بيمثله طبعا كابتن نادي الزمالك الكبير كابتن احمد الاحمر. الجيل لا جيل مهم في كره اليد المصريه، وجيل ذهبي استاذ محمد، احنا كلنا قلنا كده تحديدا في طوكيو والاداء المشرف اللي حصل طبعاً. ونتمنى مش بعيد ومش صعب ان احنا نحقق نجاح وانجازات كامله كمان في بطولات الانديه زي ما حققنا في المنتخبات،
خاصة ان المباراة ان شاء الله تبقى نتيجتها قريبة ونقدر نحقق ونعمل انجاز كبير. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد يحيى يوسف الناقد الرياضي بجريدة الاخبار، كل التوفيق واملنا كبير في بطل القارة الافريقية الزمالك لكرة اليد في سوبر جلوب 2021. خلونا نروح فاصل قصير، بكون في انتظار حضراتكم بعد الفاصل وصنايعية مصر. صناعية مصر، حقيقة صناعية مصر دي مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة وبرعاية وباهتمام من القيادة السياسية، والأهم أنها بتقوم بدور مهم جدا وهو متعلق بالاهتمام بالحرف اليدوية والتراثية وهذه الفنون اللي يمكن كلنا كنا يعني هناك ريبة وبعض المخاوف من أنها تذهب أو تندثر أو تختفي مع مرور الوقت ومع عدم توارثها بين الأجيال المختلفة، لأنه الحقيقة الهاند ميد أو الشغل اليدوي وهذه الصناعات التي نتميز بها أعتقد ده شيء مهم جدا مش بس للمصر للهوية المصرية والطابع المصري والإنساني حتى. خلونا نفهم أكثر عن صناعية مصر. معي ضيفي الكريم في الاستوديو دكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية. دكتور برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور لو تكلمنا أكثر يعني إيه صناعية مصر؟ إيه المبادرة دي؟ يعني هي المبادرة مبدئيا بس دايما لازم أبتدي بالتوجه الشكر زي ما حضرتك قلتي، هي بترعى اهتمام من القيادة السياسية، ويمكن كلمة صناعية يمكن على الفترة السابقة كان يعني بنوصلها نظرات شوية أقل كمستوى تعليم، لكن النهاردة لما يبقى فيه اهتمام من القيادة السياسية بتعظيم دور الصناعية أو دور الصنعة ده في شيء حد ذاته خلانا سريعا أن احنا نتجه لهذا الاتجاه. احنا أولا وزارة الثقافة تابع لنا مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وده طبعا هو من سنة 54 يعني من فترة منشوق للحفاظ على التراث وزي ما حضرتك أكدت على الهوية المصرية والحرف من الانتصار. فسريعا على طول في 2019 ابتدينا بتوجيهات طبعا مع وزير الثقافه، خدنا المبادره وابتدينا نشتغل عليها وابتدينا نعلن الاعلان على 5 حرف موجودين اللي هم الحلي اللي هو طبعا استخدام النحاس والفضه يعني في الاكسسوار، الخزف، التطعيم بالصدف والقشره، الخياميه، النحاس بكل انواع. كان البدايه بتاعتنا يعني وما زلنا يعني الحمد لله تقدم لنا اكثر من 400 نقول صنايعي او صنايعي، كلمه تشرف والله. ودي دي حاجه طبعا كلمه كلنا بنسعى بيها وانا يعني السعيد بده. الجميل ان كلهم او الاغلبيه كانت من تخصصات وكليات مختلفه، تمام. اشتغلنا معاهم يعني مش بس فنون جميله او شخص توارث هذه الصنعه، لا كان معانا طب وصيدله والله جدعانه دكتور والسن، ويعني حقيقي احنا فخورين بيهم. برضو نكون بناكد الاغلبيه احنا تقدم 420 حاجة، عملنا اختبارات ابتدينا معانا 98 طالب او دارس، الاغلبيه كانت سيدات برضو عشان نكون واضحين، لان هم دورهم قوي. دكتور بتكشف عن حاجات مهمه جدا في الدوله. حقيقي المراه دورها قوي جدا في المجتمع، وبكل فخر بنعتز بالمراه المصريه لان هي فعلا بتصنع اجيال وقادره انها تصنع منتجات مستقبل. ومستقبل وحرف. صحيح. ده حقيقي يعني بتكلم بكل وضوح. لو تسمح لي دكتور احنا معانا تقرير اعتقد انه هام جدا، احنا رحنا مركز الحرف اليدويه في الفسطاط عملنا من هناك تقرير عن المبادره، خلونا نروح نتابع. منذ أيام قليلة تم الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من مبادرة صنايعية مصر والتي أطلقتها القيادة السياسية بهدف الحفاظ على جزء من ملامح ومفردات الهوية المصرية. من بداية أن السيد رئيس الجمهورية أطلق المبادرة كان في بداية 2019، واحنا خدنا على عاتقنا الجزء الخاص بالحرف التقليدية واخترنا مجموعة من الحرف، كان 6 حرف اشتغلنا عليهم واطلقناه في 10/2019، وبعدين تم اختيار الدفعة الأولى، وبعد كده الحمد لله الدفعة الثانية برضو اخترناها وشغلين معاها، والدفعة الثالثة عملنا اختبارات مقابلة وإن شاء الله على شهر 10 الجاي هنبتدي نشتغل معاهم. يعني تحمل مبادرة صناعية مصر على عاتقها إحياء الفنون والحرف التراثية التي تعبر عن الشخصية والهوية المصرية الأصيلة، وتتيح الفرصة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة في مجال الحرف وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية في الداخل والخارج، بما يساهم في تنمية الاقتصاد القومي للبلاد. في أول سنة تعلمنا
الخيامية على أصولها، يعني الأصول الحاجات البسيطة فيها اللي هي الغرز بتاعتها والخدديات والحاجات البسيطة جدا فيها. وبعد كده خدنا ساعتها تطريز بسيط، وخدنا طبعا تصميم هندسي وطبعا تصميم ظروفي، وده كان في الجزء النظري. السنة الثانية بقى بدأنا نتطور أكتر وخدنا الرسم مع القماش مع الخيامية مع الفاشون، ودرسنا كمان تطريز بشكل أوسع. مبادرة صنايعية مصر تمثل إحدى الخطوات الجادة التي تسعى بموجبها الدولة لإعادة إحياء التراث المادي في مجالات الحرف اليدوية المختلفة والتي تتميز بها الحياة المصرية منذ القدم، كما تمثل منهجية واعدة للتوسع في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على فتح آفاق عمل جديدة تؤدي إلى تحسين دخل الفرد ورفع مستوى الدخل القومي، وتسهم في خلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة. دكتور خليني أسأل حضرتك، الشغل اللي احنا شايفينه ده شغل بتاع الدفعة الأولى اللي اتخرجت من صناعية مصر فعلا، وهو ده اللي هيبقى موجود متاح بقى لنقدر نقول للبيع في معرض تراثنا يعني في خلال الأسبوع القادم على طول اللي هيبتدي. الدفعة دي كام واحد؟ الدفعة دي زي ما بقول لحضرتك احنا ابتدينا ب100، اجتاز لغاية حاجة و70 السنة الأولى. السنة الثانية اللي هم اتخرجوا معانا هم 33 واحد. 33 فيهم في المختلف بقى الصناعات اللي حضرتك 30. قلت لنا في المختلف الخمسة، متوسط من 8 ل 10 في الحرفة. طب حضرتك كنت قلت الاجتاز والاختبارات، ايه الاختبارات اللي بيعدوا بيها الطلبة او الاشخاص علشان يعني هو اول شرط احنا بنعمل مقابلة شخصية بنشوف ان هو اولا عنده استعداد انه يتعلم، عنده وقت فاضي لان احنا المبادرة او بتشتغل من الساعة 3 ل 6 3 ايام في الاسبوع، فيهمنا فكرة التفرغ، فكرة ان هو يكون مستديم معانا، عنده استعداد. النقطة الثانية ان احنا بنحاول برضو في اختيارنا نعمل مجموعة عمل، يعني وارد ان يكون في حد من خريجين كليات الفنون اذا كان متقدم مستوى تعليم مختلف خالص، حد يكون عنده بداية شغل، بحيث ان النتيجة في الاخر اللي احنا مستوى يكون متقدم عن الناس السنة يعني. لان في الاخر لما يعملوا تيم وورك، حد ممكن خريج تجارة، حد خريج اقتصاد، حد حسب يعني بنحط طبعا الاولوية، وبعد كل اللجنة بتحط درجاتها، فبيبقى معانا عدد زيادة، فبنفضل نعمل التوليفة اللي هي تقدر يخلي المجموعة كلها تشتغل مع بعض علشان يبقى في فكرة العمل الجماعي، في حد شاطر شوية في البيزنس، حد شاطر في مجال خبرته اللي درس فيها هنا، بيقدروا يعملوا براند يساعدوا بعض، وفعلا يمكن الناتج ده دلوقتي وفي مجموعة ابتدت من دلوقتي تشتغل على نفسها وتعمل لنفسها. في دفعة اتخرجت يا دكتور، في دفعة بتدرس دلوقتي وانتوا في اختبارات التالتة. واختبارات التالتة انتهينا منها بالأمس يعني. طب كمل لي الاختبارات يا دكتور غير المقابلة الشخصية. الأول اللي هي المقابلة الشخصية بتحصل فيها ان هو بيقدم اذا كان عمل على مطار الفترات السابقة شغل، يعني اجتهاده في أي شغل موجود بنشوفه. فكرة أن السن برضو مهم شوية، يعني ساعات كتير برضو زي ما بقول لحضرتك يمكن قلنا خدنا 400 وحاجة، بواقع التجربة أن ساعات بناخد طالب تيجي فترة الامتحانات فما بيديش معنا، فابتدينا نحط أولويات إيه اللي احنا عايزينه، وهي دي النقطة. ساعات يتقدم لنا معنا امرأة جميلة جدا من منطقة مصر الفاطمية، يعني منطقة الخيامية، هي جاية عايزة خيامية، فاحنا فعلا لازم نكون فاتحين ايدينا بشكل قوي معانا حاليا وفي المرحله الثانيه. بيبتدي قابلنا برضو فكره في المنطقه الجغرافيه اللي هم جايين منها، احنا طبعا بناخد منطقه القاهره الكبرى على اساس ان احنا مبتدئين الاول بندرب في مركز الفسطاط، بنحاول نعمل التنوع ده بحيث ان في الاخر يبقى في مجموعه بتعمل انتشار وبتحقق الغرض من المبادره. الكورسات دي ليها مصاريف يا دكتور؟ ولا حاجة خالص، عشان كده احنا بنقول بس نبقى متأكدين ان فكرة الاستعداد اللي عند المتقدم كلها مجاني، كل الخامات، كل الأساتذة، احنا بندي طبعا المقابل للأساتذة وبندفع الخامات وبنعمل التدريب، وبنقول مش يعني الأساتذة يمكن انا بعتبرهم متبرعين لان ما مش المقابل المادي اللي نقدر نتكلم فيه، هم أساتذة متخصصين وهم مؤمنين بهذه الفكرة ويشتغلوا معانا بشكل يعني اكتر من ممتاز. خليني أسأل حضرتك، صناعية مصر بنستهدف إيه كمبادرة من وراء هذا أو هذه المبادرة الحقيقة العظيمة جدا، يعني هدف حضراتكم إيه؟
هدف حضرتك هقول لحضرتك هدف حضرتنا ان احنا نحافظ الاول على الحرفه. لما يكون عندنا حرفيين بعدد اكبر هو ده اللي هيخلي سعر الهاند ميد شويه يعني يقل ويبقى فيه جزء المنافسه. الحته اللي حضرتك بتقوليها يمكن معالي وزير الثقافه دكتوره نسعى بدايم على طول احنا بنشارك في مبادره حياه كريمه في اخر الحفله بتاعتهم وجهت ان هم دول اللي هيبتدوا يدربوا في الكره في حياه كريمه. وده برضو دي النقطه اللي احنا بنحاول نكتسبها ان لما نيجي ندرب ونقوم على التدريب في المرحله اللي جايه لما يبقى خريج المبادره بيساعد بيبقى اسيستنت مساعد مع الاستاذ هنا الشباب اللي قدامنا بيبقى عندهم قابليه وعندهم جذب وعندهم يعني شغف لهذه الحرف. وده اللي حصل يمكن احنا اول دفعه واحنا بنخرجها يمكن كان في صعوبه شويه يعني في التدريس هو عندهم مش عارفين هيطلعوا ايه كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه دي كلنا يعني بنبقى عايزين ده فكره لغايه في اخر يوم بمنتهى الامانه او اخر اسبوع لما ابتدت المنتجات تطلع وابتدى يحصل ده هم اللي لقينا بعد ما كانوا يطلبوا طلبات كتير وطبعا كل واحد عايز يحقق تفكيره او حلمه ابتدوا هم اللي يقولوا لنا شكرا احنا تعبناكم. دي الحقيقه. الدفعه الثانيه في استمراريه بشكل اقوى اسرع يعني حتى احنا بنضغط التقنيات بتزيد هم عندهم قابليه لان شايفين في دفعه قبليهم وهكذا يعني المره دي واحنا بنختار بقت الاختيار سهل جدا الناس عندنا المبادره موجوده الناتج موجود ده بيحقق حاجه عايز يتقدم بقى يتقدم ازاي دكتور هو احنا يعني بنعلن بنفتح باب التقدم في حدود شهر ونص او شهرين وبيبقى على من خلال الصفحه بتاعتنا من صندوق التنميه او يعني بيملى الاستماره الالكترونيه او بيبقى لو يحب يملى الاستماره يدوي يبقى في مركز الفسطاط او في صندوق التنميه الثقافيه في دار الاوبرا المصريه. الحقيقه حضرتك برضو قلت لي حاجه متعلقه بالتنسيق مع صندوق المشاريع جهاز تنميه المشروعات المتوسطه الصغيره بالظبط كده الجهاز وده امر هام جدا لانه بعد حتى طالب او صنايعي ما بيتخرج من المبادره ممكن كمان يقوم بمشروعه الخاص. هو هي الفكره مش بندربه على حرفه بس يعني وهي دي النقطه لما في حرفين كتير لكن مش قادرين ياخدوا المجال بتاع التسويق بتاع دلوقتي البراند بتاع التسويق الالكتروني ازاي يسعر منتج دي نقط كتير ففعلا بالزبط. لما لجأنا لجهاز المشروعات ابتدى بكل يعني ترحاب جدا عملنا معهم او هم ادوا كورس لمده 3 اشهر لعمليه ازاي يحقق فكره التسويق ازاي يشوف المنتج بتاعه كل ده وبرضه هم قدموه مجاني بشراكه معانا يعني وابتدى الخريج دلوقتي بقى عنده ثقافه كويسه يمكن احنا هنعمل التجربه دي اول الاسبوع الجاي قبل ما ننزل معرض تراثنا هم يسعروا منتجاتهم علشان يبتدوا يحتكوا بالسوق وده اللي هيتم ان شاء الله في خلال الاسبوع القادم. قبلتوا كام في دفعه جديده يا دكتور؟ طبيعي احنا معانا 5 حرف متوسط اقصى طاقه لينا بتبقى 18 واحد يعني علشان نقول في الحرف هو المفروض 12 بس احنا بناخد دايما الستة ستاند باي لاي ظرف علشان في الاستمراريه يبقى موجود يعني بنشتغل من 80 ل 100 صنايع يعني او متخصص. من اعتقد من احلى المبادرات يا دكتور وبهني حضرتك وبشكرك شكرا جزيلا. صناعات مصر مبادره هامه جدا جدا واعتقد انه احنا في احتياج لها في هذا التوقيت. بشكرك يا دكتور على شكرا ليك وشكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام انا بدعو حضراتكم نروح نشوف هذا التقرير عن 2 من النماذج المشرفه اللي نجحت انها تعمل مشروعها الخاص في السويس بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه. وبعد هذا التقرير فصل قصير. بعد سنوات من العمل بإحدى دول الخليج قرر مصطفى العودة لبلده مصر باحثا عن الاستقرار وإنشاء مشروع خاص به في مدينة السويس. وبعد دراسة للسوق قرر مصطفى تصنيع الأكياس البلاستيكية بأنواعها وأحجامها المختلفة. تقوم فكرة المشروع على استيراد المواد الخام وتحويلها لرولات من الأكياس ثم تقطيعها وتعليقها بمقاسات وأوزان مختلفة. وكان مشروع بالنسبة لي كويس جدا جدا، اتفهمته كتير جدا 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 مع الناس، هم ساعدوني كتير جدا بالفكرة وأبدوا معي آراء كتير جدا جدا، ساعدوني. ده بداية النشاط. بعد كده أنا عرضت عليهم بقى موضوع التمويل. الناس برضو ما أصروش معي تماما نهائيا في موضوع التمويل. كل المطلوب مني في التمويل الناس برضو يعني أرشدوني إليه ودوني بقى كل مبلغ المطلوب للتمويل.
كان قرارا جريئا من الكابتن مصطفى محمود إبراهيم أن يؤسس صالة ألعاب رياضية في الوقت الذي بدأ غيره التفكير في تغيير النشاط بسبب إجراءات كورونا الاحترازية. لم يتردد مصطفى في التوجه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة للحصول على دعمهم في بدء نشاطه. ويحظى المركز الرياضي الذي أسسه مصطفى بإقبال من أبناء محافظة السويس بأعمارهم المختلفة. الفكرة كلها أن احنا لما بدأنا في 2016 مع شركة وكده، فحصل مشاكل كتير، لكن النهاردة الواحد لما دخل مع جلسة نجم المشروعات بصراحة لا الواحد مرتاح، الدنيا أسهل، الدنيا كويسة جدا معانا. يعني الفكرة التانية برضه ان احنا مشجع الشباب إن على الرياضة وكده، وده حاجة بتفتح أبواب رزق برضه لناس كتير جدا. لم ينتهي دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند تأسيس المشروعات فقط، بل يمتد أيضا إلى تسويق المنتجات وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات مع تسهيل إجراءات وشروط إقامة تلك المشروعات في مختلف المحافظات. حضراتكم من جديد في هذه المواجهة الثانية لهذه الليلة ولقائنا المتجدد اللي بنقدم فيه قراءة تحليلية لمختلف القضايا المحلية والعالمية مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الحليم أنديل. أستاذ أنديل أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ أنديل اسمح لي أبدأ من مصر وبعدين نتجه إلى الإقليم بما أن هناك الكثير من المستجدات الهامة جدا اليوم. تنمية سيناء وتجهيز 500 ألف فدان للزراعة في سيدا بتكلفة 160 مليار جنيه، إلى جانب هذا العدد وهذا الرقم بالمليارات، والحقيقة أنه في افتتاحات الرئيس الأخيرة بقينا بنسمع أرقام يا أستاذ أنديل كلها بالمليارات الطائلة، يعني أرقام تخط. 500 ألف فدان في سيناء بهذه التكلفة، إيه دلالات أو كيف سينعكس هذا الرقم على عدد سكان سيناء في المرحلة القادمة برأيك، وما علاقته بالتنمية الحقيقية؟ سريعا يعني بدءا من مصر وقبل سيناء، يعني أود أن أذكر ما يعرفه الناس جميعا، يعني مرت بالأمس 51 سنة على رحيل جمال عبد الناصر. الحقيقة يمثل هذا الرجل ظاهرة فريدة جدا قابلة للتجدد، يتخاصم حوله الناس اتفاقا واختلافا كأنه لم يمت بعد أو كأنه مات أمس. تفسيري بسرعة شديدة جدا أنه الأمر ليس متعلقا بتجربة مضى زمنها، الأمر متعلق بمدى تعبير حضور هذا الرجل على مسرح التاريخ عن طبيعة الصراع الاجتماعي في هذا الوطن وفي هذه الأمة من أجل النهوض. وعليه كلما تذكرنا تعبير الاستقلال الوطني بالمعنى الكامل نتذكر اسم جمال عبد الناصر، كلما تذكرنا تعبير التصنيع الشامل نتذكر اسم جمال عبد الناصر، كلما تذكرنا طبعا العدالة الاجتماعية نتذكر اسم جمال عبد الناصر، وكلما تذكرنا يعني هذا الستر المائي المتصل رغم التحديات نتذكر سد عبد الناصر العالي. السينا جزء من عمليات استئناف مصر للنهوض مجددا. يعني ايه النهوض مجددا؟ يعني ببساطة شديدة جدا الرقعة الزراعية المصرية تعرضت للتآكل لأسباب صارت معلومة، وأصبح الوضع على نحو التالي. في 6.1 مليون فدان من الأرض الزراعية القديمة من حول الوادي، وفي إضافات بتقدر بحوالي 3.6 مليون فدان جديد. أبرزها طبعا ما يجري في ثلاث نقاط. في نقطة المشروع الذي يعني بدأ من فترة حول استصلاح 1.5 مليون فدان جديد في الصحراء الغربية وفي حول الصعيد بالذات، وفي منطقتين، مشروع سيناء الاستزراع في سيناء ومشروع الاستزراع في الدلتا الجديدة، كلاهما يقوم على فكرة أنه اللي هي فكرة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي بدل من ذهابها البحر المتوسط أو ذهابها لبحيرة المنزلة والتسبب في تلويث هائل جدا. يعني إيه؟ يعني محطة صرف البقر التي جرى افتتاحها ببساطة من زاوية المنظور المائي هي تضيف نحو 6 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثلاثيا لاستزراع 500 ألف فدان أو نحو 500 ألف فدان، أقل قليلا من 500 ألف فدان.
هذه المحطة طبعا كلفت 20 مليار جنيه وهي أكبر محطة من نوعها في العالم. وأظن أن المحطة الأخرى في منطقة الحمام في على ساحل الشمال الغربي قد تتكلف مبلغا مساويا، وهي أيضا تضخ فيما أعلن 7 ملايين متر مكعب. هذه جوهر الفكرة. حين يتعلق الأمر بسيناء هناك شيئان واضحان جدا، أن سيناء لم تعد طرفا، يعني لم تعد محافظة حدودية بعيدة لسببين. أولا سبب الأنفاق الهائلة من تحت قناة السويس غيرت جغرافيا سيناء فجعلتها في قلب الدلتا. اثنين هذا التدفق المائي بهذه الطريقة المباركة جعلتها كما لو كانت جزءا من وادي النيل. سيعقب ذلك بالتأكيد تلبية عنصر مهم جدا في الاحتياجات المصرية واحتياجات المستقبل المصري، هو فكرة احنا بنسمع عن تعمير وتنمية سيناء بأن وقت طويل جدا، ثم لا نشهد مشروعات بهذا الحجم، يعني بلغت الآن أو كانت تصل إلى نصف تريليون جنيه مصري. ففي قلبها طبعا عمليات إنشاء مصانع وعمليات إنشاء مزارع أو مشروع 500,000 فدة. بقيت نقطة مهمة، لأنه هناك التباس شديد جدا بيستغله بعض الدوائر للإيهام، يعني البعض بيصور مرضا والغرض مرض طبعا، أنه فكرة أن احنا بننشئ محطات معالجة ثلاثية ده راجع لسد النهضة. طبعا هذا وهم عظيم، ملوش جدا. علاقة ملوش علاقة، لأنه منذ صار عدد سكان مصر 55.5 مليون نسمة في بداية تسعينيات القرن العشرين، وانتقلت مصر من الكفاية المائية إلى الفخر المائي. نعم. فصارت احتياجاتنا ضعف نصيب مصر أصلا الطبيعي اللي هو 55.5 مليار متر مكعب بدون مساس. فده وهم عظيم جدا يجب أن يكون واضحا لدى الناس، أن هذه التوسعات سواء محطات تحلية مياه البحر للشرب أو للزراعة، محطات المعالجة للزراعة، وطبعا الزراعة هي العنصر الأساسي في الاستهلاك المائي. ده في الضوء ده أنا أعتقد أنه ما يجري هو طبعا غير مسبوق في حجمه وفي هذه الأرقام التي تتحدثين عنها 160 مليار جنيه لاستزراع. طبعا هذا بيبرز كمان أنه رخامة هذه الأرقام بتبرز لنا قد إيه مهم جدا الحفاظ على الأرض الزراعية القديمة وحمايتها من كافة أشكال التعديات، سواء التي يقوم بها الأفراد أو التي تقوم بها حتى دوائر في الدولة لإنشاء مدن أو ما يسمى. المدن ننشئها في الصحراء، لا تنشئوها على الأرض الخصبة، الأرض الزراعية. أستاذ أنديل، أستثمر الوقت المتبقي وأتحول مع حضرتك لتونس وتولي نجلاء بودن أول رئيسة لحكومة تونسية لا يوجد لديها أي خلفية سياسية، رأي حضرتك؟ نجلاء بودن ليس لا يوجد لها أي خلفية سياسية تكاد تشبه الرئيس قيس سعيد نفسه، يعني هي طبعا حتى في التدرج النظامي هي شغلت يعني مناصب ليست عالية، يعني رئيس الديوان وزارة وزارة التعليم العالي أو مسؤولة عن برامج مشتركة مع البنك الدولي وغيره. نعم. طبعا لا يمكن الحكم عليه. طبعا العنوان إن هي أول رئيسة وزراء امرأة في العالم العربي، وهذا ليس غريبا على الوضع التونسي، المرأة في أوضاع يفترض أنها أكثر تقدما من غيرها من أقطار العالم العربي. لكن يظل الأمر مرتبطا بشيئين. واحد، الرئيس قيس سعيد نفسه، الرئيس قيس سعيد لا زال الآن يفكر وحده، يعني أو بعدد مخفي من المستشارين، وتصوري كمان إن هو يتلكأ في الإجراءات، يعني في وقت. ثالثا لا يضع جدولا زمنيا، أنا متفهم إن في حكم حكومة فتفهم إنه عاوز يغير الدستور يجعله نظاما رئاسيا، ليست هذه المشكلة. المشكلة في النقطة الأخرى لتغيير قانون الانتخابات، وعاوز يعمل نظام تدرجي بحيث الجهات تنتخب توصل للولاية اللي زي المحافظة ثم توصل للبرلمان. طبعا هذا مشروع كبير جدا يستلزم فيما أتصور أن يمد الرئيس قيس سعيد خيوط الحوار مع الهيئات الكبرى في مجتمع مدني قوي كالمجتمع التونسي كاتحاد الشغل وغيره. اثنين، الملاحظ أنه حركة النهضة بتخسر والرئيس قيس سعيد قد يخسر بعضا من شعبيته أيضا، يعني حركة النهضة بالانسحابات الضخمة اللي بلغت أكثر من 130 قيادة فيها تخسر وتعزل. لكن هذا يعني توازن الضعف ده قد يؤدي إلى مفاجآت في التطورات السياسية في تونس. نرجو الله أن يحفظ تونس وأهلها. بالحديث عن حركة النهضة أستاذ أنديل، قرأت اليوم خبر عن حركة النهضة أن كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي تدعو رئيسه ومكتبه للانعقاد لعقد البرلمان لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة البرلمان للعمل.
الذي طبعا ما هو ده يعني هم اقاموا هذا الاسبوع مظاهرة كانت أكبر من المظاهرة التي قبلها، لكن طبعا ليس بالعدد الذي أذاعته قناة الجزيرة وغيرها لأنه جرى خداع بصري متعلق بالوايد أنجل أو التصوير من زاوية موسعة أو كلام ده، وهذا أمر قد كشف. لكن المؤكد أن الأعداد التي نزلت أكبر من الأعداد التي نزلت من قبل. اثنين، فيه مشكلة متعلقة بحركة النهضة، يريد قيس راشد الغنوشي أن يثبت أنه لا يزال ممثل أساس الحركة النهضة بعد الانشقاق، وهو أكبر انشقاق في تاريخ حركة النهضة يكاد يكون قد شطرها إلى نصفين. هو يريد أن يثبت دعوة لإنعقاد المؤتمر. تقديري أن هذه الدعوة لن تثمر، لن يجتمع البرلمان، لها أساس متعلق بإصراره على أنه تفسير المادة 80 من الدستور لا يتضمن حل البرلمان. حل البرلمان أصبح وشيكا كما هو واضح. العطف المضاف على فكرة انعقاد البرلمان عائد إلى ما قرره رئيس قيس سعيد، ليس فقط في تجميد اختصاصات البرلمان ولكن تجميد المنح والمزايا لأعضاء البرلمان، وطبعا هذا جمع أعضاء آخرين من غير معارضيه التقليديين حفاظا على امتيازاتهم. لكن تقديري أن هذه محاولة في الوقت الضائع، قد يضربها أن الرئيس قيس سعيد يعلن بوضوح أنا عندي خطة زمنية هتنتهي في شهر كذا لتغيير الدستور وإجراء الاستفتاء عليه. مع اختيار رئيسة حكومة نجلاء بودن لا يوجد لديها أي خلفية سياسية، هل تتوقع أستاذ أنديل أن الحكومة تكون مشابهة لرئيس ورئيسة الحكومة؟ لا، هو في واقع الأمر الحكومة التي ستشكل برئاسة نجلاء بودن أنا أعتقد أنها حكومة الرئيس قيس سعيد، وقلت من قبل أن الرئيس قيس سعيد يتجه إلى اختيار رئيس وزراء في 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 وضع الوزير الاول، يعني بمعنى ان هو وزير بس اكثر تقدما من رفاقه من الوزراء، لان هذه الحكومه طبعا لن تعرض على البرلمان، البرلمان في حكم المنحل وان لم يحلل رسميا لكن هو في طريقه الى الحل، لانه لا يمكن لهذا الازدواج ان يظل قائما في التطور السياسي. رئيس قيس سعيد في تصوري مطالب بانه هو رئيس الحكومه الفعلي، مطالب بحاجتين، هو يرفع طبعا شعار مكافحة الفساد، لكن أنا أتصور أن الوضع في تونس يحتاج إلى إيحاءات نهوض اقتصادي تستعيد العطف الشعبي الأوسع. هو صحيح لا يزال قائما، لكن نحتاج إلى خطة مزمنة وإلى عدم استعداء كل الهيئات في تونس. أفهم أن يكون هناك صراع مع الإخوان أو كذا، أما فكرة المبدأ الأساسي في السياسة أن تقلل دائرة الخصوم، تزيد دائرة المحايدين وتزيد دائرة المتعاطفين. الحياة الحزبية في تونس لها صوت ولها دور، يعني طبعا برأيك أستاذ أنديل لها صوت ولها دور لكنها ليست موحدة. لاحظ أن كل البيانات التي صدرت من كل الأحزاب خارج حركة النهضة قالت في بيان، حتى التي عارضت إجراءات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، هي تعارض إجراءات الرئيس قيس سعيد وتعارض حركة النهضة ولا تريد أن تعمل معه. وهذا كان سببا في انه جناح عبد اللطيف مكي اللي هو كان وزير صحه سابق وعضو برلمان اللي انشق عن راشد الغنوشي، قال ان احنا اصبحنا بما معناه كالجرب، يعني لا يريد احد ان يقترب منا. هذا هو الوضع الفريد في الحاله الاساسيه في تونس. الرئيس قيس سعيد من طباعه التي تبدت ولقد تكون لها اثار يعني سلبية، ليست سلبية في استعادة نفوذ الإخوان، هذا أمر انتهى، لأن ده جزء من قاعدة عامة اللي هو غروب الإخوان من مشرق الأمة إلى مغربها، هذه قصة انتهت. إنما لا يكفي فقط أن تزيح الإخوان، مطلوب أن تقدم مثالا بديلا. الطريق إلى مثال بديل لا يمر بهذا الانفراد الذي يوصف بالتعالي في تونس في تقديري. الرئيس قيس سعيد على حق، لكن أنا أتصور أنه قد يطلب منه، قد يكون مطلوبا منه أن يفتح الأبواب على الهيئات الاجتماعية الأساسية، الأعراف، اتحاد الشغل غيرها، لأنه هذا مهم جدا لكسب هذه المعركة، ثم تحديد جدول زمني يجري بعده استفتاء حاسم على طبيعة النظام السياسي ويدعو لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. أستاذ أنديل بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. أستاذ عبد الحليم أنديل ضيفي الكريم. مشاهدينا الكرام، أنا بشكر حضرتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.